اليوم راح اعلمكم كيف ترسموا لوحة بتجنن وبدقيقة واحدة. بداية راح نجيب اللون الموف وندهن فيه اطراف اللوحة بهذا الشكل. بعدين راح نجيب اللون الازرق وندهن فيه الجزء الثاني من اللوحة. نحاول ندمجهم منيح بس على الاطراف. والمكان الاخير من اللوحة راح نستعمل اللون الابيض، وما راح ننسى ندمجه مع اللون الاحمر. بعد راح نجيب اي فرشاة ناعمة عنا ونقط اللوحة بالابيض. واخر خطوة هي انه حنجيب اللون الاسود والرسمة خالصة.